يقول السائل: لي عروض تجارة وحال عليه الحول، فهل لي أن أزكي المال على دفعات؟ الزكاة إذا وجبت بتمام الحول يجب المبادرة بإخراجها على الله جل وعلا، وآتوا الزكاة، هذا أمر والأمر يقتضي الفورية، فتبادر بإخراجها في وقتها. وإذا كان ما عندك نقود في الوقت الحاضر تخرج الزكاة منها، فلا مانع أنك تنتظر لما تحصل على نقود، أو كان هناك محتاج تنتظر مجيئه أو حضوره، فلا بأس أن تؤخر الزكاة إلى حضوره وإلى مجيئه، فتأخيرها لعذر شرعي جائز. وإذا لم يكن هناك عذر، الواجب المبادرة بإخراجها في وقتها. نعم.